في إطار خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وعلى مدار 9 سنوات، شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، محققة العديد من النجاحات بمشروعات ساهمت في جذب الاستثمارات، وذلك من خلال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية بها التي احتضنت العديد من الصناعات الكبرى. كما تمكنت تلك المنطقة من استقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف الدولة توطينها من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة، إلى جانب نقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية المتطورة، فضلا عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية. وخلال الأشهر الماضية أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، مما جعلها محط أنظار كبرى الشركات العالمية، حيث شهدت موانئ المنطقة الاقتصادية كميناء السخنة والعريش وميناء شرق بورسعيد أضخم أعمال التطوير لتحويلها لموانئ محورية تعزز من قدرتها على البحرين الأحمر والمتوسط. كما جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر هناك خلال قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تمهيدا لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميا ودوليا. كل تلك الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة عززت من تنافسياتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزا لوجستيا صناعيا وتجاريا رائدا وبوابة رئيسية للقارة السمراء ومنها للأسواق العالمية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الكبير في الاستاذ الدكتور احمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه. دكتور، خليني اكلم المقدمه اللي ده من فارس. يعني المقدمه تقول تعد المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واحده من اهم الفرص الواعده التي توفر للمستثمرين مجمعات صناعيه وتيسر الوصول لسلاسل التوريد. نعم، يعني هل الكلمة دي هل هي حقيقية؟ هل سنة 2015 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 330 بالمنطقة الاقتصادية الخاصة. عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا متابعين معانا، احنا بنتكلم على منطقة بتصل بين بورسعيد إلى السويس مرورا بالإسماعيلية. هذه المسافة حوالي 170 كيلو تقريبا، يعني 170 كيلو بعرض شرق القناة وغرب القناة. تكلم على في الشمال بورسعيد ميناء، وفي الجنوب السويس أيضا ميناء، وفي النصف منطقة مهمة جدا وهي منطقة الإسماعيلية. هذه المنطقة بناء على هذا التشريع أصبحت فيها إعفاءات ضريبية، فيها إجراءات قانونية تتعلق بتملك الأراضي، فيها بعض التشريعات المتعلقة بالجمارك وإعفاءات جمركية، ثم تحول الأمر إلى فكرة المطور العقاري لهذه المناطق. المقصود بها أن المنطقة العليا وهي منطقة ميناء إلى بورسعيد أن تكون منطقة اقتصادية متكاملة. كلمة متكاملة يعني ميناء منطقة لوجستية، خدمات، مصانع. دي مفهوم المنطقة المتكاملة. نفس الموضوع في الجنوب في السويس والعين السخنة، أن تكون منطقة اقتصادية متكاملة يعني فيها ميناء وفيها منطقة لوجستية تخدم على البحر الأحمر وفيها منطقة سكنية. وبالتالي هي واعدة فعلا، هي واعدة جدا كمان. جدا في نفس السياق برضو، نعم، مسألة ذات طبيعة خاصة ان المنطقة الاقتصادية القناة والمنطقة الاقتصادية ذات طبيعة خاصة تضم 6 موانئ رئيسية واربع مناطق صناعية. وهنا الطبيعة الخاصة في ايه بالظبط؟ هل في عدد هذه المواني؟ نعم. هل في اللوجستيات اللي موجودة في هذه المواني؟ نعم. شوف الفكرة بتقول ايه؟ ان انا لما اعطي تشريع بقانون ان دي تبقى تحت سلطة المطور العقاري، فكرة المطور العقاري معناه ان الدولة بتتحمل فقط
البنية الأساسية والتحتية حتى حدود هذه المنطقة فقط، أما داخل المنطقة فيتحملها المطور العقاري. أنا زي ما قلت لحضرتك أن المنطقة العليا في بورسعيد شرق وغرب بورسعيد، وفي المنطقة الجنوبية مناطق متكاملة، وتم تخصيص مساحات أراضي لمطورين عقاريين، زي مثلا أن أنا أقول الصين أنا هديها 7 مليون متر، أنا روسيا هديها 5 مليون متر، أنا في مطور سعودي هديله 5 مليون متر. لما بعطي لهذه الجهات الصين مثلا، يبقى أنا منتظر من وراء الصين تطوير المكان وعمل البنية الأساسية بتاعته ثم إنشاء مجموعة من المصانع، وهذا اللي احنا عايزين نركز عليه. لما بديها لروسيا يبقى أنا أنتظر منها مجموعة من المصانع. لما بعطيها حتى للصين مثلا، للصين أو روسيا أو السعودي، أنا منتظر مجموعة من المصانع داخل هذه المناطق. تمام، بنتكلم على منطقة اقتصادية، ويعني مشروع المنطقة الاقتصادية هنا بنتكلم بقى على مناطق لدول ولا منطقة بشكل معين بفلسفة معينة بحوافز معينة بتشريعات معينة؟ كل اللي حضرتك ده قلته، هي المساحة الكلية للمكان ده حوالي 460 كيلومتر مربع اللي هي يشملها هذا التشريع أو هذا القانون، لكن تم تقسيمها إلى مناطق. تمركزت هذه المناطق في الجنوب مثلا، فعندنا ميناء ميناء وعندنا ميناء العين السخنة الاثنين دول، وفي نفس الوقت عندنا منطقة صناعية كبيرة جدا اللي هي تيدا اللي هي بتاع الصين. داخل هذه المنطقة فيما يقرب من 120 مصنع، منهم مصنع للملابس، منهم مصنع للألياف الصناعية أو الألياف الكهربية، فيها مصنع للسيراميك، في مدينة للدهب. يبقى ده في الجنوب. أما في منطقة الشمال فهي مالت شوية إلى الناحية اللوجستية، لكن روسيا لما جت تاخد خدت في شرق بورسعيد وشرق بورسعيد خدت منطقة كبيرة جدا على البحر المتوسط. ولا هتعمل ايه روسيا؟ هتعمل صناعات سيارات، هتعمل صناعات كيماوية، هتعمل صناعات للملابس ايضا، هتعمل صناعات للأجهزة والمعدات. وبالتالي الحوار ان حضرتك بتعمل التخطيط العام للمنطقة، التخطيط العام، ثم تعطي المطورين عقاريين، داخل المطور العقاري بيتم انشاء المشروعات. يعني مثلا في منطقة الوسط تم عمل مثلا وادي التكنولوجيا في منطقة الإسماعيلية، وادي التكنولوجيا، وادي التكنولوجيا داخل منطقة بيتم تطويرها وتعمل هذا الوادي التكنولوجيا. ايه وادي التكنولوجيا ده؟ هنعمل جامعة، هنعمل معاهد، هنعمل مراكز تدريب، هنعمل مصانع ذات طبيعة تكنولوجية. وبالتالي هي دي الرؤية العامة للمكان. دكتور، يمكن واحنا بنتكلم على منطقة قناة السويس حصل مشروعات طول الوقت، فيه بتحصل مشروعات، ولكن نحن نتحدث الآن عن ما يمكن أن نطلق عليه نهضة اقتصادية. هل يعني الموضوع فعلا نهضة اقتصادية؟ لأنك حضرتك بتتكلم كلام يعني اقتصاديا بنتكلم في في, في 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 مشروعات عملاقة، في دول بتشارك في صناعات أيضا عملاقة، فبنتكلم بقى على صناعات عملاقة، وبنتكلم على صناعات مساعدة، وبنتكلم على بطالة، وبنتكلم على حجم استثمارات غير عادية. كل حضرتك قلته ده، لكن لما أنا أتكلم على تنمية اقتصادية عامة يبقى لازم أخد كل المحاور. يعني قد أخد محور الزراعة في منطقة معينة، قد أخذ محور الصناعة في منطقة معينة، قد أخذ محور الخدمات اللوجستية في منطقة معينة. وهو في النهاية يعني حتى هذه المنطقة الهدف منها هو تغيير الناتج القومي للدولة. ما هو ده المقصود، هو ده المقصود في النهاية. يعني الناتج القومي في اليوم حوالي 11 تريليون جنيه مصري. بالتأكيد بعد تطور هذه المناطق ودخولها في العمل دولار يا دكتور، خلينا نقول دولار يعني اسم على 30 عشان عايزين عشان على 30 نتكلم الايام دي في 50. بس كل الارقام الموجودة في تقارير الدولة طبعا في الجنيه المصري، لكن ال 11 تريليون يعني انا اتوقع لو حدث نوع من التطور في محور تنمية قناة السويس ودخول بعض المصانع في العملية الانتاجية ان السنة اللي جاية يبقى 12 تريليون. دكتور انت تاخدنا الجزئية، انا ده كنت دايما اقول كده، يعني مش معقولة تبقى يعني قناة السويس هي بوابة، يعني ناس داخلة وناس خارجة،
وحتى في ظل التجارة العالمية أو الشركات العالمية هي شركات معروفة. نعم. وحجم التجارة العالمية بيزيد بنسب. نعم. بيقل بنسب. نعم. حتى لما بتحصل مشاكل. نعم. سياسية. تمام. أو حقوق يعني. تمام. فهنا الاستفادة لابد أن تكون من خلال منظور أشمل. نعم. وأعم. تمام. ويمكن السيد الرئيس اتكلم في المسألة ديات مثلا. نعم. خلال زيارته لسنغافورة. نعم. واتكلم أن ما ينفعش لابد أن. نعم. أن يتم تطوير. نعم. في هذه المنطقة. نعم. بنسمع كتير عن مشروعات من زمان قوي. نعم. مش النهاردة يعني. نعم. بس الأيام دي المسائل زايدة شوية. لا. نعم. حيفة ايه طب. نعم. كلام ده يعني. نعم. هل يمكن أن يؤثر إنشاء أي يعني ممر مائي أو سكك حديدية أو واتيفر يعني في أهمية ومكانة قناة السويس كممر مائي أولا. نعم. وثانيا كمركز لوجستي لصناعات لدول ومناطق صناعية لدول. احنا مش هننكر ان هناك منافسة وان هناك من يرغب ان يعني ياخد البساط او يسحب البساط. مش هنقدر ننكر ده. لكن هركز على سؤال حضرتك، هل يمكن ان يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على قناة السويس كممر مائي مثلا او كمنطقة لوجستية؟ لا اعتقد انه يؤثر تأثيرا كبيرا. ليه بقى؟ لان لما تم عمل قناة السويس كان الفرق بينها وبين مثلا رأس الرجاء رأس الصالح من 12 ل 15 يوم فرق في التوقيت. طبعا التوقيت ده بفلوس. يعني تكلفة رهيبة جدا. ده واحد. النقطة الثانية ان مصر كانت متواضعة جدا في حساب التكلفة في 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 المرور، لكن جاءت فكرة ان احنا ننشئ منطقة اقتصادية ولوجستية لتقديم خدمات للسفن التي تمر في هذه المنطقة. ثم جاءت الفكرة اكبر من كده ان لا انا لو عملت توسعة وعملت خدمات اكتر وعملت تعمير اكبر هجذب بعض السفن الكبيرة خاصة سفن البترول التي كانت لا تستطيع المرور في قناة السويس الغطس. فلما تم عمل هذا التطوير كانت النتيجة ان زادت. احنا في هذا اللقاء قبل ذلك كنا بنتكلم من سنوات قليلة عن دخل قناة السويس 5 مليار دولار. بعد شوية اتكلمنا على 5.5 مليار دولار. بعد كده اتكلمنا على 6 مليار دولار. النهاردة بنتكلم على رقم يقترب من 9 مليار دولار. لكن كممر مائي دائما انا اركز على نقطة مهمة جدا، ان انت مرتبط بالتجارة العالمية زي ما حضرتك اشرت بالظبط، مرتبط بالتجارة العالمية. يعني لو حدثت مشكلات في البحر الاحمر او البحر الابيض المتوسط ربما ذلك يؤثر على الحجم او على كمية السفن التي تمر. ليه بقى؟ لان في شركات تأمين عالمية بتبقى مأمنة على السفن دي. في حالة المخاطر بترفع التأمين ل100% و200%. بالتأكيد. فبيكون التكلفة اعلى شوية. لكن في النهاية بالتأكيد هناك من يفكر في حلول اخرى. لا لا يعني من حقه ان هو يفكر يعني. كل واحد حر. كل واحد حر. لكن هل ده سيؤثر على قناة السويس؟ انا لا اعتقد ان هيؤثر تأثيرا يعني مؤلما مثلا. خاصة ان الكلام ده بنسمعه من فترات من زمان. تمام. هنا برضه عايز اتكلم على مسألة انشاء مجموعة من الموانئ حوالين منطقة قناة السويس زي ميناء الادبية، ميناء العين السخنة، ميناء الطور البحري. ومش بس من المواني دي، لا كمان ده حصل فيها توسعات. نعم. وحصل. تمام. فيها يعني يعني امور خاصة بالبنية التحتية واللوجستيات. نعم. كبيرة جدا وخدمات و ممتاز. هو طبعا المواني دي لها فلسفة معينة. ان تبقى يعني قريبة من ممر مائي مهم. فيبقى انت رايح للمكان ده او انت جاي المكان ده. فاحنا عندنا في الجنوب، جنوب يعني السويس والعين السخنة، عندنا 2 مينا. خلاص على كده اللي هي العين السخنة والأدبية دول 2 مينا. عندنا مقابل لهم في جنوب سيناء ميناء الطور طبعا، مش كده ولا ايه؟ عندنا في الشمال على البحر الابيض المتوسط ميناء بورسعيد. ويعتبر يعني يعتبر مكانين نفس الدائرة. نفس الدائرة. في امتداد بورسعيد هتلاقي شمال سيناء هتلاقي ميناء العريش. يبقى ده ميناء جديد. ميناء العريش توسعته وتطويره وكذا. يبقى انت دلوقتي عملت ايه؟ يبقى على البحر الابيض المتوسط 3 مواني. على البحر الاحمر ل3 مواني برضو، 2 في داخل الوادي القديم وميناء الطور. اي اقول الهدف ايه من كل هذه المواني؟ اما انك انت بتقدم خدمات للاخرين او انك انت بتسهل الحركة التجارية
وزي ما قلت لحضرتك دلوقتي اقرب مسافه بين اوروبا كلها كدول وبين اسيا هو ممر قناه السويس. فلما يكون عندك الموانئ دي كلها اكيد هتقدم خدمات كبيره جدا ويعني هتساعد في التجاره العالميه بالتاكيد. يعني يمكن من الامور الهامه جدا اللي اهتمت بها الدوله المصريه هو مساله الطاقه المتجدده. يعني طبعا يعني الايام دي في كوب 28 في دوله الامارات في دبي، والدولة المصرية كمان هناك يعني مذكرات تفاهم خاصة بإنشاء مصانع الهيدروجين الأخضر تقريبا وصلت ل 107 مليار جنيه. في مصنع دلوقتي يتم إنشاؤه في منطقة قناة السويس خاص بالهيدروجين الأخضر كيعني الطاقة متجددة وهي المستقبل و أهمية استخدام هذه الطاقة المتجددة، خاصة أن الدولة المصرية حتى في نوفمبر 2022 كوب 27 في شرم الشيخ اللي كان يعني علامة مضيئة يعني في اهتمام مصر بهذا الموضوع، موضوع الطاقة المتجددة. حتى انشاء هذا المصنع ومذكرات تفاهم خاصة بالطاقة المتجددة في منطقة قناة السويس اهميتها. تطور الطاقة في العالم كله كانت طاقة الفحم، ثم اكتشفوا انها يعني ملوثة جدا ومزعجة جدا في النقل. ثم جاء القرن الماضي كانت البترول والغاز هم البديل. لما حدثت المشكلات الكبيرة في تغيرات المناخ وثقب في الأوزون والناس شافت هذا التغير الكبير في المناخ، بدأ التوجه بشدة إلى الطاقة النظيفة. الحقيقة مصر يعني أنا أعتقد أن مصر من أوائل الدول اللي خطت خطوات واسعة جدا في اتجاه الطاقة المتجددة. حضرتك أشرت إلى كاب 28 ده اللي هو في الإمارات. كويس؟ كويس. فهذا المؤتمر النهاردة 6 ديسمبر، يوم 3 ديسمبر يعني من يومين تقريبا كانت هيئة المناطق الصناعية الجديدة أو المناطق الخاصة ووزارة البترول مع شركة أظن بلجيكية ولا كده في الاتفاق بينهم على عمل وتطوير الطاقة النظيفة. هذه الشركة لها باع طويل مع مصر، فاشتركت في حضرتك عارف اكبر طاقه شمسيه في مصر في اسوان، هي اشتركت فيها بمساحه كبيره جدا ولها يعني تاريخ. وهذا الاتفاق يعطي هذه الشركه الحق في انتاج وتموين السفن بالطاقه الجديده فمصر، وايضا عمل يعني ما يسمى بطاقه الرياح. هذه الشركه لها باع طويل ولها امكانيات كبيره جدا وزي ما حضرتك قلت هو بدايه البتاع حوالي 7 مليار دولار يمكن 107 او 107 مليار دولار يعني هتبقى على سبيل التدرج. فهذا تطور طبيعي في هذا الموضوع، ومصر نجحت في اول تجربه لتموين بعض السفن. عفوا 107 مليار جنيه مش جنيه 107 مليار دولار لو ضربتها كده. تمام ماشي، خلينا نطلع كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستكمل هذا الحوار وهنتكلم بقى على مسألة حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على يعني في ملف الاستثمار ورئاسته للمجلس الأعلى للاستثمار وأهمية هذه الرئاسة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. يعني مجلس اعلى للاستثمار يعرف السيد عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ان انا بصراحه يعني السيد الرئيس مشاغله كتير قوي يعني، فمش معقوله يعني كل في ناس متخصصه، ولكن للاسف يعني لابد ان يكون هناك يعني رقابه ووجود شخصيه يعني زي السيد الرئيس في هذا المجلس. بالتاكيد الاراده السياسيه واقترابها من صناعه القرار او مع الحدث بالتاكيد بيعمل نوع بالتأكيد من الاهتمام نوع من التسريع او الدفع للامام. وربما كمان نقطه مهمه جدا تسهيل اي عقبات قد تقابلهم، يعني بالتأكيد. انا اعتقد برضو ان لو في عقبه معينه يتم هنا الرئيس كده قال اي مستثمر أي مشكله يجي لي فدي حاجه طبعا اكيد بتبقى كويسه جدا يعني. بس انا بتكلم في جزئيه ايه يا دكتور؟ ان في وزير استثمار، في ناس المفروض بقى يعني ده المجلس ده وزير الاستثمار ووزير الماليه والتجاره والماليه ويعني كل مجموعه كبيره المجموعه الكبيره دي. لكن عموما احنا اتعودنا على كده ومن زمان يعني ان اقتراب الإرادة السياسية من الحدث بتسهل المسائل بتسهل المسائل وتدفعه للأمام، ولو في عقبات أو مشكلات بيتم حلها بقرار يعني. تمام. هنا برضو عايز أتكلم فيه وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير. وبرضو مسألة البنية التحتية. طرق، مواصلات، الطاقة، الأنفاق. وتسهيل الحركة. حتى المواني نفسها يا دكتور يعني احنا كنا بنشوف زمان حتى اللي يروح مثلا السخنه اللي كان يفوت اللي يروح الغردقه او كده ويعدي على السخنه طبعاً. كان يشوف طوابير العربيات واقفه اليومين الثلاثه والاربعه يعني صح. اهميه هذه البنيه التحتيه في اولا دفع الاستثمار الى الامام وفي تشجيع الاستثمار ايضا كمان. شوف النقطه مهمه ان احنا لازم نعرف ان هذه المنطقه تسمى الهيئة العامة للمناطق الصناعية الخاصة، الهيئة عامة، لأن كلمة هيئة عامة دي مهمة جدا في تكنيك مواردها ومصاريفها. تمام. فهذه الهيئة لها موارد خاصة ولها نفقات خاصة مستقلة. يعني لا يتم التحميل على موازنة الدولة. المعلومة دي مهمة جدا يعني. فما تقوم به الدولة هي عمل بنية أساسية لتسهيل كل الإجراءات، سواء توصيل المياه أو توصيل الكهرباء أو توصيل الاتصالات أو التليفونات، لكن لحدود هذه المناطق والتكلفة داخل هذه المناطق على حساب هذه المناطق وليس على حساب أو خزانة الدولة. ده نقطة. النقطة الثانية موضوع الأنفاق ده موضوع مستقل زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، إن سينا دي قعدت فترة طويلة جدا ربما لا يسكن أكثر من 300 ألف أو 500 ألف وهي مساحة حوالي 60 ألف كيلومتر مربع. وبالتالي لو أنا هعمل تنمية، هعمل تطوير، هعمل مناطق صناعية في الشمال والجنوب، طب ما انا محتاج يعني سهوله حركه بين الطرفين وناس تقعد بقى ومجتمعات عمرانيه جديده. قعدنا بقى فتره طويله جدا بنظام المعديه وثم نفق واحد. ده اللي هيروح مره ما بيروحش تاني. ايوه خلاص. صح كده. دلوقتي لما نتكلم بقى على نفق للسيارات ونفق للقطار ونفق لا يعني حصل وتمر في النفق خلال 15 دقيقة بتعدي من الطرف اليمين للطرف اليسار، أكيد ده يعني هينقل الناس، هينقل العربيات، هينقل الخامات والمواد، وبالتالي يمكن إحداث تنمية كبيرة جدا في سيناء بهذه الأنفاق. فطبعا ده شغل يعني تمام كويس يعني بالتأكيد يعني. مسألة برضو من المسائل اللي اتكلمنا فيها كتير مع حضرتك يا دكتور، هي مسألة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء يعني منطقة خاصة في منطقة في الأنطرة غرب هذا الأمر. شوف احنا طبعا قلنا ايه، قلنا في منطقة الشمال ومنطقة الجنوب. المناطق دي مينا ودي مينا. منطقة الإسماعيلية هي منطقة في الوسط وفيها طبعا شرق الإسماعيلية وفي غرب الإسماعيلية وفي الأنطرة شرق والأنطرة غرب وفي وادي التكنولوجيا، هم دول المربع هنا. فكان من الطبيعي والمنطقي لما نعمل هنا وادي التكنولوجيا ان انا اعمل منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. الصناعات الصغيرة دي مهمة جدا، وحصل في مصر تشريعات، مجموعة من التشريعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة زي ما قلت لحضرتك، القانون بتاع زمان 72 لسنة 2017، والقانون ده بيدي تسهيلات كبيرة جدا. وبعد كده صدر قانون اسمه 152 لسنة 2020. كل القوانين دي موجهة للصناعات الصغيرة، واحنا قلنا قبل كده ان قانون 152 ده بيعطي تسهيلات للاقتصاد غير الرسمي ان هو ينضم للاقتصاد الرسمي وعدم محاسبته على
السنوات السابقة. الاقتصاد الذي يعتمد على صناعة صغيرة اقتصادات كبيرة جدا، يعني الصين ربما 60% من الصناعة في الصين هي صناعات صغيرة ومتوسطة، 60%. كذلك اندونيسيا نفس الحكاية، كذلك باكستان، كذلك يعني اظن ماليزيا برضو نفس الحكاية. وبالتالي انت بتعتمد على رؤوس اموال صغيرة، بتعتمد على العمالة الماهرة، بتعتمد على اسعار في متناول الجميع، هي بدائل لما يتم استيراده. طبعا احنا بالتأكيد عندنا مشكلة في العملة، احد مشاكل العملة ايه؟ اهم من مشاكل العملة هذا الاستيراد الذي تجاوز المدفوعات الاستيراد اكثر من 70 مليار دولار. لما تيجي تحلله هتلاقي 20 مليار دولار في لعب اطفال وبتاع الموجودة في العتبة والمسكي والبتاع، وكلها اشياء لا قيمة لها. الصناعة الصغيرة بقى ممكن تحل محل هذا. وبالتالي اهتمام الدولة بالصناعة الصغيرة وانشاء مجمع صناعي في شمال سيناء، ومجمع صناعي في وسط سيناء، ومجمع صناعي في جنوب سيناء، ثم مجمع صناعي في الإسماعيلية، ثم المجمعات الصناعية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده سواء في اسكندرية او كده، انا اعتقد ان ده اتجاه جيد هيستوعب قدر كبير من العمالة، هيقضي على البطالة قدر الامكان طبعا، وفي نفس الوقت هيقدم منتجات بديلة لما يتم استيراده من الخارج. ده شيء كويس. يعني دكتور، من الامور اللي بتشغل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مساله توطين التكنولوجيا. نعم. وكل المستثمرين او حضرتك، نعم، وكل المهتمين بالاقتصاد مساله توطين التكنولوجيا، ونحن طول الوقت بنستورد التكنولوجيا واي دوله صناعيه او اي دوله يعني تريد ان يكون عندها نمو اقتصادي كبير لابد ان تكون دوله صناعيه يعني. نعم. مساله أهمية هذه المناطق الصناعية وأهمية وجود هذه الدول، نحن نتحدث عن الصين، نتحدث عن روسيا، نتحدث حتى عن بولندا في صناعة الإلكترونيات، نتحدث عن رومانيا في الجرارات الرومانية الجرارات أهمية وجود هذه المناطق الصناعية وهذه الدول في أن تكون هناك تكنولوجيا، توطين للتكنولوجيا، ومع الوقت احنا نقدر نعمل هذه التكنولوجيا، وكمان إنشاء معاهد خاصة لطلبة وكوادر قادرة على هذا العمل. نعم. يعني أنا الكتاب بتاعي اسمه اقتصاديات الوطن العربي. أحد مشاكل الوطن العربي كله أنه مستهلك للتكنولوجيا. بتأكيد. كل الوطن العربي مستهلك للتكنولوجيا. مصر فكرت فكرة مختلفة شوية، إن ليه أنا كل حاجة ذات طبيعة تكنولوجية إن أنا استوردها من برا. طب ما هو المانع إن أنا يعني أنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر، وان انا ابدا في صناعات المرتبطه بالتكنولوجيا. يعني من اكبر المصانع في الوطن العربي دلوقتي مصنع البتروكيماويات اللي موجود في العين السخنه، وهو مصنع النصر في اسكندريه كمان، غير النصر. فهذه الصناعه صناعه مختلفه. وادي التكنولوجيا المعمول في الاسماعيليه يهدف الى توطين التكنولوجيا. المناطق اللوجستيه مثلا صناعه الالياف الضوئيه اللي موجود برضه في المنطقه الصناعيه تيدا الصينيه، الالياف الصناعيه التي تستخدمها كل شبكات المحمول في مصر، اصبح هذا المصنع ينتجه بدل ما كان بيستورد. ففكره توطين التكنولوجيا دي فكره مهمه جدا، وانا اعتقد ان زي ما حضرتك قلت ان انا هتبقى بديل عن الاستيراد، وفي نفس الوقت هتقدم منتجات اكثر يعني تطورا واكثر احتياجا للشعب المصري. يعني انشاء بقى اكاديميات تدرب بقى الناس، تدرب تبقى في معاهد متخصصه لجيل جديد بعيدا بقى عن الاداب وتجاره وحقوق والكليات النظريه دي يعني اللي احنا عندنا منها اعداد كبيره. يعني في طبعا الاكاديميه الوطنيه للتدريب دلوقتي دي موجوده، عندها سياسه عامه شويه اللي هو التدريب الحر، يعني ايه ان انا ادي لغه، ادي كمبيوتر، ادي ديزاينر وفوتوشوب واوتوكاد والبرامج دي، او ادي برامج متخصصه. لكن على التوازي من ده، على التوازي من هناك هذه الفكره التي يعني كررناها كثيرا منذ 5 سنين، نشات في مصر معاهد متخصصه. يعني الان اصبح هناك معهد لتعليم الصباغه فقط، الصباغه فقط. معهد عالي لصناعه السجاد، هناك معهد عالي لصيانه السيارات، هناك معهد. انا اعتقد ان هذا الاتجاه اتجاه مهم جدا. مصر من اوائل الدول، يعني اظن من بدايه الستينات كان عندنا معهد مشهور جدا في شبرا، لكنه كان معهد ايطالي. لكن موجود دلوقتي ما اعرفش شغال ولا لا، بس مش بالكفاءه يعني. الان عندنا حوالي 3-4 جامعات متخصصه
مرفقة بمصانع، وفي نفس الوقت عندنا مجموعة كبيرة جدا أظن 15 مدرسة متخصصة. وفي الثانوية العامة كانت هناك إعلانات كبيرة جدا إن بدل ما تدخل الثانوية العامة تعال ادخل المدرسة دي، مدرسة مثلا متخصصة في مجال الطباعة، حيث أنك تتخرج من مدرسة تدخل في العمل. أنا أعتقد إن دي مهمة جدا، خاصة وأن التعليم في مصر التعليم الأكاديمي الطبيعي بيخرج إنسان معاه شهادة ومن الناحية العلمية ممتاز، لكنه من الناحية العملية أنا أعتقد أن هو يترجم المسألة دي لحاجة هيحتاج إلى تدريب. تمام. هنا برضو عايز أتكلم على يعني يمكن من فترة يعني السيد الرئيس انضم أو الدولة المصرية انضمت إلى مجموعة البريكس. ومجموعة البريكس هي مجموعة يعني مجموعة دول يعني واقتصاديات كبيرة بالتأكيد تمثل حجم اقتصادي كبير يعني. خريطة قناة السويس فين من مجموعة البريكس؟ ده نقطة مهمة جدا. ده نقطة مهمة جدا، خلي بالك. انت بتتكلم على ايه في البريكس؟ بتتكلم على جنوب افريقيا، بتتكلم على الهند، بتتكلم على الصين، بتتكلم على روسيا، بتتكلم على البرازيل، صح؟ كل الدول دي لها علاقات، هم اغلبهم في الشمال وجنوب افريقيا في الجنوب. كل هذه الدول لها مصالح كبيرة جدا في افريقيا جدا، وكل هذه المصالح التي ترتبط بمجموعة البريكس دي وترتبط بأفريقيا، الطريق الوحيد لها هو قناة السويس ثم أفريقيا. وبالتالي مصر انضمامها الحقيقة ليها بعدين، ليها بعد اقتصادي مهم جدا، أن يحدث نوع من النمو في التبادل التجاري بيننا وبين هذه الدول. النقطة الثانية أن فعلا لو نجحت هذه الدول في التعامل فيما بينها بالعملات المحلية، أنا أعتقد أن ده هي عندي نوع من الاستغناء شوية عن الدولار. هذا بالإضافة ان حجم التبادل التجاري، حضرتك بتستورد من الصين بحوالي 15 مليار دولار. لما هذا الاستيراد يكون بالجنيه المصري، بتهالي هيبقى هتفرق كتير جدا يعني. لما الصين تاخد مننا منتجات او روسيا تاخد مننا منتجات، حتى لو منتجات زراعية، البرتقال واللارنج والحاجات دي، ويتم التعامل بالروبل والجنيه المصري، انا اعتقد ان ده هيعمل نوع من التغيير، وهو ما تسعى اليه هذه الدول. لكن ده ونقلل الطلب على الدولار طول الوقت، على الدولار. واحنا زمان بنقول ان دايما بلاش فكرة العملة الواحدة، ويكون سلة العملة عشان يعني. تمام. دكتور يعني ما اعرفش انا يعني قناة السويس دي تاريخ كبير بقى تعلمنا في ابتدائي، والدولة المصرية قدمت تضحيات اهالينا وجدودنا لانه كانوا يعني فحروها بفاس ومقطف مش كركات وبتاع يعني. وفي ناس كتير يعني. وهنا هل هذا الممر المائي في حاجة الى حملات ترويجية، في حاجة الى حملات ترويجية خاصة بالمناطق الصناعية والامتيازات لجذب سواء كان دول، لجذب مؤسسات مالية كبرى، رجال اعمال؟ ده سؤال ممتاز جدا. هي قناة السويس نفسها مش محتاجة ترويج تاريخ هي معروفة ومشهورة وكده، وهي بديل استراتيجي لاي حركة تجارة، و20% من تجارة العالم بتمر من خلالها يعني. فهي نفسها مش محتاجة ترويج. لكن هل المناطق الخاصة والقابلة للتنمية تحتاج الى تسويق وترويج؟ ده 100%. ده 100%. اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بننتظر مناسبة زي كاب 28 ده، ونقول والله احنا عندنا كذا وكذا وكذا. انا اعتقد ان لا، انا اعتقد انك تعمل يعني احتفالات ويعني مهرجانات وكذا ترتبط بالتسويق، مش في مصر. انت تعملها في اوروبا، تعملها في اسيا، تعملها كذا للترويج لهذه المناطق الصناعية. حتى لو كانت هناك وفود من الشباب مثلا، ويتم اعطائهم ملفات بدراسة هذه المناطق، ويتم الترويج في معارض العالم كله. لا يمر شهر واحد الا هناك معرض دولي في دولة معينة، معرض في الصين، معرض في الهند، معرض في سنغافورة. فالحل ايه؟ الحل ان يكون مجموعة من الشباب المتفرغ والمتخصص للترويج والتسويق لهذه المناطق. ولا مانع اطلاقا ان يكون هذا يعني نأكد عليه، ان خريطة الاستثمار الموجودة على موقع الهيئة العامة للاستثمار وخريطة الاستثمار الموجودة في هيئة التنمية الصناعية تحتاج انها تكون بعربي انجليزي وفرنساوي. يعني عربي انت بتوجه لمين الكلام؟ يعني بتوجه لمين؟ يعني خلينا منطقيين يعني. ما انت لو انت بتوجهني، ما انا اصلا هو البلد يعني، وانا موجود يعني ما عنديش مشكلة. انما خريطة الاستثمار في على الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية
لازم تكون الخريطة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وتكون موجهة للآخرين. يعني وجه لي ماشي والوطن العربي ماشي، لكن تكون موجهة للآخرين، إنما يكون الخريطة كلها باللغة العربية يعني مش منطق، يعني قصور مش مطلوب. دكتور خليني كده أسأل حضرتك سؤال افتراضي، يعني في الفترة الأخيرة يعني منذ طوال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندنا مناطق صناعية وعندنا مجمعات صناعية وعندنا محور تنمية قناة السويس وما تم فيه يعني، ولكن يعني ليه حاسين ان مفيش عائد حقيقي؟ هل لان المسألة يعني مش عارف، هل محتاجة وقت الامور؟ هو طبيعي محتاج وقت، يعني شيء طبيعي، اي مشروعات استراتيجية، اي مشروع استراتيجي بيحتاج الى وقت، عشان كده ما بحبش ان احنا يبقى كلامنا نسبة الاحداث يعني احنا عملنا مثلا عايزين بكره نشوف النتيجه، ده كلام برضه مش اقتصاديا مش يعني وقتك. حتى لما اتعملت يعني القناه السويس الجديده والتعميق والتطوير وكده، يعني كانت هناك اصوات يعني متفائله جدا، وكنت دايما اقول يعني نفضل التدرج. مشكله مصر كلها ايه؟ حجم الناتج القومي للدوله، حجم الناتج القومي ده هيتغير مع كل المشروعات اللي بتتعمل وتزود الانتاج، هيبقى فيه يعني هيبقى فيه يزيد الناتج القومي. اذا زاد الناتج القومي زاد الدخل القومي، اذا زاد الدخل القومي اصبح الدخول نحن عاليه بتأكيد. الدنيا تهلا شويه، انما احنا عندنا مشكله في الناتج القومي في كل القطاعات، يعني الناتج القومي الزراعي محتاج تخطيط قوي جدا، الناتج القومي الصناعي محتاج برضه توجيه وتخطيط بتأكيد. عشان الانتاج يمشي في اتجاه اللي تطلبه الدوله، مش انا اصر على انتاج في حاجات معينه وانا محتاج حاجات تانية وهكذا. دكتور سؤالي الاخير، يعني هل ترى ان المنطقه الاقتصاديه هي بوابه حقيقيه للاستثمار والتنميه، خاصه احنا بنتكلم في حجم استثمارات كبيره مش صغيره؟ نعم، ده بوابه كبيره جدا وضخمه جدا، وانا اتصور ان مع الوقت، بس مع الوقت كويس، انا اعتقد انها تؤدي نتائج كبيره لو استمر عمليه الترويج. دلوقتي احنا عندنا الصين موجوده وروسيا موجوده والهند بدات في مشروعات فيها وبولندا وبلجيكا، انا اعتقد ان الاستمرار في التسويق والترويج لازم منطقه ودخول مستثمرين اخرين برؤوس اموال جديده، انا اعتقد انه يغير الخريطه تماما. لكن خلينا دايما نقول ان احنا بنتكلم على 3 سنين لـ5 سنين، يعني بلاش حته ان احنا عملنا المشروع النهارده ان انا ابقى متوقع اللي هو الطبيعي في اي مشروع، ان على الاقل 3 سنين لـ5 سنين انك تشوف النتيجه المرضيه. طبعا نورتها يا دكتور، الله يكرمك. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الدكتور احمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديه، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من حوار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا وشكر للساده المشاهدين على حسن المتابعه، القاكم دائما على خير، الى اللقاء.